السماع الصوفي فن أصيل يرتقي بالروح ويسمو بها في سماء القيم الدينية. هذا ما عايشته مدينة سطيف على مدار أيام تسلق فيها الذوق وانتشى الوجدان، وذلك بأداء متميز قدمته فرق من داخل وخارج الوطن. البرنامج طبق كما كان مسطرا، شاركت 12 دولة من الدول العربية والإسلامية، إفريقيا، آسيا وأوروبا، وأيضا من عدة ولايات، شاركت 14 فرقة من مختلف الولايات الوطن. تميزت هذه الطبعة بحضور الجنوب الكبير بقوة. لقد أردنا أن نفتح هذه النافذة على فرق الجنوب لتقدم تراثها الثقافي والديني والصوفي، لأن هذه المنطقة غنية بهذا التراث. التمثيل الدولي كان فرصة لفرق محلية للاحتكاك مع كبار هذا الفن الوجداني الأصيل. قدمنا بعض الوصلات، منها المشرقية ومنها يعني من التراث المغاربي، كوننا نفتخر إن شاء الله بتراثنا الجزائري. هي خطوة يعني مليحة وفرصة للفرق الإنشادية للمشاركة في مثل هذه يعني المهرجانات الدولية. أنا تسمع كل ما هو غناء ديني من شتى الطبوع ومن شتى أصقاع الأرض، يعني من أندونيسيا، من ماليزيا، من الهند، من باكستان، من بريطانيا، من الجزائر. يعني كوكتيل يعني متنوع، يعني رهيب، يعني تلقاه في أي مهرجان آخر. فلسطين دوما في القلب، وهي كذلك في هذا المهرجان بإطلالة قطب الغناء الملتزم الفنان العالمي عبد الله عوينات. جمهور الجزائر من أكثر الجماهير تذوقا لكل الفنون، يتفاعل مع كل الألوان، وأنا يعني حقيقة لي أكبر جمهور في العالم هو الجمهور الجزائري درجة الأولى، ثم اليمني. هذا يعني من خلال إحصاءات في صفحة الرسمية. هي جلسات روحانية حميمية تمثل البعد الآخر للدعوة والتصوف، وهي أيضا متعة للأسماع وترويض للإيقاع.